بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي الطقس في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. إذا فيما يلي التوقعات المنتظرة للأيام القادمة إن شاء الله كما تشاهدون معنا. إذا البداية من يوم غد الاثنين إن شاء الله 9 نوفمبر، كما تشاهدون معنا هناك منخفض أطلسي سيدخل طنجة كما تشاهدون معنا، كذلك بعض العواصف الرعدية التي ستتشكل بداية من المساء يوم الاثنين قرب ميدلت، وكذلك تازة كما تشاهدون بعض القطرات على طنجة العرائج. نمر إلى يوم الثلاثاء كما تشاهدون معنا، بعض العواصف الرعدية في شمال الجنوب أو شمال المملكة ناحية الرشيدية ميدلت بوعرفة وأيضا ربما وجدة. هذه العواصف الرعدية ستزداد قوتها في مساء يوم الثلاثاء إلى أن تتلاشى تدريجيا. يوم الأربعاء إن شاء الله غيوم وضباب على السواحل المتوسطية، وبالضبط النضور قد تعتي بعض القطرات خاصة في الصباح، وكذلك تطوان. دعنا نمر إلى يوم الخميس، بعد الأمطار الخفيفة نواحي مراكش كما يظهر في الصورة، ربما أيضا قطرات ثلجية. دعنا نمر إلى يوم الجمعة إن شاء الله 13 نوفمبر، منخفض أطلسي يدخل المملكة من الرباط وصولا إلى مراكش ويتلاشى داخل المغرب بسرعة. يوم السبت بقايا المنخفض على طنجة ووسط المغرب كما تشاهدون يتجه نحو الشرق دخولا إلى الجزائر، وصول منخفض تابع لهذا المنخفض دائما على طنجة والنواحي، يتلاشى تدريجيا. يوم الأحد 15 نوفمبر، ندخل إلى إن شاء الله يوم الاثنين 16 نوفمبر، ويوم الأخير في هذا التطبيق وهو 17 نوفمبر، أي يوم الثلاثاء. إذن على العموم بعد الأمطار الخفيفة التي سنشاهدها وربما ستتغير تزداد أو تتلاشى، هذا والله أعلم. شكرا لكل متتبعينا أينما كانوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.